لافروف إلى بغداد، أهمية هذه الزيارة سيما وأنه يترأس وفدا دبلوماسيا اقتصاديا استثماري؟ مساء الخير لك وللمستمعين الكرام. مساء الأنوار. لابد للتذكير بأن هذه الزيارة تأتي في الذكرى 20 للكذبة الأمريكية الكبرى التي ادعت أن العراق يمتلك الأسلحة الشامل، خاصة من خلال أنبوب كولين باول الذي دمر العراق واعتبره عملية ديمقراطية. وروسيا تقدم البديل الحواري، البديل الاستثماري، البديل في إثارة الكثير من الاتفاقات الممكن إعادة تشغيلها التي كانت موجودة إما مع العراق القديم أو مع العراق الحالي، بالإضافة إلى الاقتراحات الروسية بالنسبة لمنطقة الخليج بشكل عام، وهي تشكيل مجلس أمني يحفظ حقوق وأمن كل هذه الدول بالتعاون فيما بينها. أيضا الوفد الذي يمثل عدد كبير من المؤسسات الصناعية والنفطية والغازية خاصة، هو وفد واعد جدا على أساس القيام بأعمال استثمارية دون ربطها بأي مواقف سياسية، عكس ما تسعى إليه الولايات المتحدة وما سعت من تخريب الكثير من الدول، ونحن نعرف كيف أنها هي العامل الأساسي في تخريب العملة الوطنية في العراق، وليس كما يقال تهريب العراق. الأموال الأساسية هي في البنوك المركزية وهي في العلاقات الدولية وليس عبر المصرفين. نعم. إذن روسيا هي البديل الدائم والواضح للخطط التي تسعى إليها الدول الغربية من خلال الفوضى ومن خلال الهيمنة ومن خلال ما يحصل في منطقة الشرق الأوسط تماما. الوفد الروسي يؤكد على أنه مستعدون للتعاون دون أي شروط سياسية ودون أي مطالب سياسية، وهذا ما تسعى إليه روسيا في الفترة الحالية من سياستها بالعلاقة مع دول الشرق الأوسط.